قدموكم السيد حميد اللي هو راه يعني منذ من بومرداس، هو من جا من مدينة بومرداس، وده باغي دار جولة حول الجزائر، حول مدن الجزائر والولايات نتاعها، وراه اليوم مار على مدينة وهران ومصادفة مع قاعدة بوليتيك هنا في ساحة أول نوفمبر بوهران، ونقدموا له يعني السؤال هذا، واش رايو في مدينة وهران وهو مقيم فيها الآن؟ تفضل. السلام عليكم. تحية من ناس بومرداس ناس الأحرار إلى مدينة وهران ناس الأحرار. أنا وهران يعني كنت نحلم باش نجي واحد النهار نلحق لها. النهار اللي خرجت أنا نهار ربحنا لاكوب دافريك، من هذاك النهار اللي خرجت باش ندير تور دالجيري تاعي. يعني مشيت على بجاية وجيت الوسكي كداو على النابا ومشيت حتى خرجت العين تموشل. وقعدت نحلم بوقتاش نلحق لوهران. باش نلحق لوهران باش ندير حراك في وهران، يعني ما شاء الله على حسب واش نشوفوا واش رانا نشوفوا في القنوات واش يحكيو لنا الناس، يعني ديرها في وهران سي بون. وقدرني رب العالمين اليوم الحمد لله راني في وهران مع خوتي في وهران. ما حسيت بحتى حاجه يعني لا غبينه لا والو، الحمد لله راني عند روحي، راني في دارنا، راني كما قلت من قبيله لخويا ما نغنيوش الاغنيه كيفاش هذيك بلاد بلادنا بلادنا ونديروا رانا اللي في بلادي انا هاو الحاجه واللي كنا ممكن الناس هنا جاوا عندي يعرضوا في دارك يروح من بيت هكذا. مي الحمد لله عندي هذا خويا من اليوم الاول قبل ما ندخل لوهران هو مسانديني مسكين، يا يعني للاسف غير في التليفون إيه وانا كان عندي شغالاتي والله غالب. واليوم الحمد لله راني مع قاعدة بوليتيك، هذه اول مره نسمع بها، ما نسمع فيها ان با يقولوا المنبر كاع يقولوا المنبر منبر الخطباء منبر الخطباء. اليوم انا الشيخ حميد عاش زمان راني في قاعدة بوليتيك. وشكرا ناس وهران، وراك قلت قبيله تسمعناك في درشه يعني خاصة، قلت بلي كل ولاية اللي تمشي لها ترفد حمامة علامة السلام. فوالا عندي انا الهدف نتاعي هو كما كاع المطلب نتاعنا كما المطلب نتاع لو 22 فيفري، هو المطلب نتاع لو 22 فيفري اللي مازال متمسكين به ومازال شادينه ضد الفساد المفسدين. حنا هذاك هو الشيء تاعنا، هذا هو الشيء اللي انا قاعدين نديروا فيه، اللي قاعدين يديروا فيه الناس هذوما الى الصرف. هذا الصرف تاع دير الصرف يطيح الملحن والصرف راه مصر. مي هو الـ هو الـ هو الهدف نتاع الحراك هذايا ضد الفساد المفسدين والظلم والحقرة. حنا نضلو من بكري هذا نضلو. واش رايك في العصابة؟ العصابة مانيش حنا اللي قلناها، هما اللي قالوها العصابة، يحصلوا بها العصابة تاعهم. يحصلوا بها هما يدبروا رسالهم كيفاش يسلكوا العصابة تاعهم. كان عصابة راهي في السجن وعصابة اللي راهي تحكم. دبروا رسالهم هما بعدهم بعد يعرفوا شنو قاعدين. كاين فرق بيناتهم ولا ما كاين؟ ما كان حتى فرق بيناتهم. كيف كيف؟ كي كيف كيف؟ هما في سلاح بلاد وحدة. شوف اللي ضرب بلاده اللي صاب بلاده اللي هم بلاده اللي خدع بلاده اللي خان بلاده ما كيف كيف كيما كاع كي كاع كيف. الله فيك. هذه الرسالة نوجهوها للنظام القائم. فوالا الله يسهل عليه أن يرحل. اليوم قبل الغد نزيدوا نعاودوا نحن نقول. مصممون فوالا نزيدوا نعاودوا نقولوا جميع احد اللي خان بلاده سرق بلاده هان بلاده يعني فيها عالميا راهي رانا مورينا معروفين عالميا عصابه قد من هذيك تحكم في الجزائريين موش واحد ولا زوج موش واحد ولا زوج هم راهم يعرفوا. بارك الله فيك. على كل حال الرحله القادمه وين الوجهه القادمه؟ ان شاء الله من نهار ندير حراك مع خوتنا هنا في وهران. مرحبا بك. نهار الجمعه مالا تكون هنا انا برقنا شف ما قوموا بها الجمعه راني برقنا شف باش على كل غايب على كل حال زوال باش نديروا ان شاء الله الحراك تاعنا هنا في وهران. مرحبا بك. من بعد مثل ما نمشي ان شاء الله مستغانم مستغانم باك نبدا ندخل للدار ان شاء الله باذن الله ندخل للدار ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله يا رب. مرحبا بك في وهران مرات اخرى على كل حال ولنا شرف عظيم ان شاء الله. شفنا وجهك منور الله ينورك الله يبارك فيك. احنا هذا هو واش انا نحكيو كاش كلمة واحد فيكم يبغي يلقي كلمة ولا سي شعلال تفضل ما عنديش كلمة تقولها. كيف ما خليت لي بلاص بارك الله فيك. هذا الكل الفوت تاع 12 ديسمبر احنا نقول واش نقول لك الفوت احنا نقولوا يعني اسمح لي الحاج يعني بهذه المناسبة نستغلوها الشعب الجزائري مازال ما عرفش أسس الديمقراطية. أنا يعني سمعت شعارات يقولوا ما كاش انتخابات، هذا مصطلح خطأ. احنا رانا ضد الانتخابات، ترى ضد وكان راه مع الانتخابات.
هذه هي الديمقراطية ولا لا الحال؟ باش تقول ما كاش انتخابات، تلك السلطة في يدها كل شيء، حابة تنظم انتخابات الله يسهل عليها، وحنا الرد الفعل نتاعنا لازم يكون في الميدان. الكاشير في يديها. حنا نعطوهم الدرس باللي انتخابات ما يكونوش، لأننا ضدها، لأننا ما وفرتش الظروف باش يكونوا يعني انتخابات نازهة بالمرشحين اللي رانا نشوفوا فيهم اليوم، اللي هما منتمين للعصابة. كيف عصابة تنظم انتخابات مع العصابة؟ وحنا غايبين. الرقم الأصعب حنا هو الشعب. حنا الميدان اليوم لازم نتأكدوا في الميدان ونصعدوا بطريقة سلمية باش نكونوا ضد الانتخابات. ما نقولوش رانا ما نقولوش بلي ما كاش انتخابات. حنا رانا ضد الانتخابات. هذا هو الأسلوب الديمقراطي. ولا لا سي نادير. هذه هي. وخاتم القول خاتمة القول يا سي كريم واش تقول؟ والله انا ورينا ما كاش انتخابات مع العصابات. انا كاين واحد السؤال اللي راه يعني محيرني في بعض الاحيان كي نشوفوا القنوات الجزائريه تسمع يقول لك المسيره الفلانيه مسانده للجيش. اسكو احنا رانا ضد الجيش؟ احنا دائما نقول الجيش هما خوتنا هما اولادنا وكابابل حنا اللي ندافعوا على الجيش اكثر من هذوك اللي يدعوا. حنا نقولوا جيش الشعب خاوة خاوة. حنا في الصف الاول امام الجيش الشعبي الوطني. ما كان حتى واحد يفرق بين الحراك والجيش الشعبي الوطني. والانتخابات هذو قلنا هذه الانتخابات ماشي في صالح البلد وماشي في صالح الجزائريين. لهذا قلنا نشوفوا امر واحد اخر لبناء يعني قاعدة جديدة يعني اللي تكون ينظر لها كل الشعب الجزائري يعني بقلبه بنظرة يعني صحيحة. لهذا نقدروا ذاك النهار نروحوا الانتخابات اللي شاركوا فيها كل الجزائريين بكل يعني يكون عرس كبير للجزائريين. أما هذه الانتخابات اللي فيها ناس كانوا رؤساء حكومة وكانوا فيها ناس في وقت ماضي وحنا نعرفوهم ما نحبش نذكروا الاسماوات، لكن حنا رانا ابناء الجزائر ما راناش غرباء على الجزائر. نعرفوا واش يصرى في الجزائر. نتمنوا حتى من هاد المترشحين يعني يخموا شويه ويشوفوا في هاد الشعب في هاد المساكين في هاد الناس اللي راهي طالب ما راهيش طالب. نقول لكم حنا رايحين نولوا رؤساء. حنا رانا نقولوا حابين بلادنا تتبنى وتتخدم على حقيقه ويعيشوا فيها اولادنا. هذا ما كان. هل سمعت اليوم الخطاب تاع القايد صالح من الناحيه العسكريه الرابعه واش قال؟ والله نعطيك ملخص يعني سمعت. تعرف واش قال؟ قال الشعب راه يسير يعني وراه متضامن مع الجيش الوطني الشعبي باش يمشي للانتخابات. هو ربما جاته معلومات يعني اظن انه يعيش في كوكب اخر. يعني هذه 20 مليون اللي راهي تسير اليوم في الميدان في حاميد على بالناش بلي هاد الناس راهم ضد الانتخابات. والخطاب تاع المحتوى تاع الخطاب تاعو اليوم راه يقول بلي الشعب الجزائري راه متضامن مع الجيش باش يروح مع الانتخابات. انا والله كمواطن جزائري يعني شوفوا يعني الفرق بين الخطاب من كازيرنا يعني شوفوا يعني مازال هاد المسؤولين اللي مسؤولين عن المؤسسه العسكريه كيفاه يعني يدخلوا رواحهم في السياسه ومازال مصممين. يعني اظن ان الجزائر هي رهينه في ايدي العسكر في ايدي الجنرالات وسيحين وقتهم ان يرحلوا عن هذه المؤسسه لان لا يشرفونها. انا الرد تاعي انا اسمح لي انا الرد تاعي انا نقول انا مع الجيش الشعبي الوطني لكن ضد هذه الانتخابات اللي ما يبنوش الشعب الجزائري. لان المؤسسه العسكريه قلناها ونزيدو نعاودوها فيها اولادنا وكاع هذا الجيل اللي راه رايح يجي جيل واحد اخر. المؤسسه هذه تتكون غير من ابناء الجزائر. امبوسيبل باش يكون جزائري ضد المؤسسه اللي تحميه واللي تخدم له بلاده. انا مع الجيش الشعبي الوطني. انا راني واجد نضحي من اجل الجزائر ومن اجل المؤسسه العسكريه وضد القياده العسكريه ضد الانتخابات العار هذو اللي راهم دايرينهم. والسلام عليكم. سي طيب فيما يخص الانتخابات هذه الانتخابات هذو سلام اخويا سلام الله يسهل سلام ان شاء الله انسان باش يقتنع بالانتخابات. رانا شفنا واش صرا. ضغطوا على اصحاب الكونترا جابوا الناس تاع كونترا الناس تاع الشبكه ضغطوا عليهم جابوهم بالسيف. عيب عليكم يلي جبتوهم بالسيف ماشي بالطريقه هذه اللي تبنيو دوله. الدوله ما تبناش بهذه الطريقه.
وفيما يخص الانتخابات وفيما يخص القايد صالح الكلام اللي وعدنا وعدنا على المادة 7 و8 إلى الأسف وراك تقول بعض العناصر اللي راهم يخرجوا راك غلط في حساباتك اللي خرجوا لو 22 فبراير هما راهم مازالوا يخرجوا غير هما اللي راهم مازالوا يخرجوا خدمت بينا باش تطير السعيد والتوفيق والربعه وعدنا بالمادة 7 و8 إلى الأسف راك وليت الريسيكلاج نتاع النظام بصح ما تدي تجيب رايس ولا الدين اللي تدير المصداقيه راهي ما تكونش. السلام عليكم. بارك الله فيك. على كل حال نختموا ونخلوا اخر كلمه للسي حميد للضيف نتاعنا. يعني والله يعني شيء مؤسف. يعني هما يقولوا هكذا يقول لك واحد اللي يتمهبل عمره ما يبني البلاد بتمهبل. الله فيك. فهمني واحد اللي يتمهبل واحد عمره ما يتبنى البلاد بتمهبل. نبنيوا البلاد على الحق ما نبنيوش البريكولاج والبروفيزوار. هذا المكان انا ثاني راني مقيوس لكن يراهم ولادي برا كيما راهم ولاد الناس الكل كيما انا جزائري كيما راهم يضحكوا علينا في العالم. وهذا واش راه نقول يعني ربي يدير هذا المكان. بارك الله فيك.